ابتديتي تحضري ليه؟ انا دلوقتي مفروض بعمل فيلم هيكون ان شاء الله تصويره في الامارات وبين دبي والشارقه وحتت تانية، وبس وفي ممثلين مصريين. لا هو لسه اسمه مؤقت، لسه يعني ما رسيناش على اسمه اللي هيكون موجود ان شاء الله. مين اللي معاكي؟ شركه اماراتيه، ولسه بقيت الكاست ما كملش حد. بقالك شويه غايبه عن السينما، متشوقه ليها اكيد. لا وعندي مشروع تاني كمان لطيف جدا جدا مع شركه انتاج كويسه قوي، ان شاء الله برضو سينما هيكون قريب، فيلم ساسبنس هايل يعني، ده مكتوب حلو جدا جدا. مصري بقى؟ ده مصري. تقولي لنا اي تفصيله. والله لسه برضه بنقعد كل يوم على الورق وكده، ومفيش لسه حد يعني، مفيش حاجه يعني مؤكده اقدر اقولها يعني. فاجئتينا بصورك مع ابنك، اتفاجئنا اللي هو ما شاء الله كبر، ربنا يخليه لك. هل بتفكري تدخليه مجال التمثيل؟ والله انا مؤمنه ان كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، فبراحته، هو لو عايز طبعا براحته، مش عايز حاجه، بس هو كده كده لسه دلوقتي صغير، فلما يكون شخصيته ويدرس ويخلص دراسته يعمل اللي هو عاوزه. رندا بتفكري في الارتباط مره تانية؟ مفيش حاجه اسمها بفكر فيه او لا، يعني هو دي حاجه قدر، لو جت جت، ما جتش دي حاجه بتاعت ربنا. ايه حكايه النهارده شعرك الطويل؟ مره تقصريه مره تطوليه، ايه الحكايه؟ ما انا بصي يعني اليومين دول برسى على لوك علشان برضو الفيلم وكده، فلسه مش عارفه هكمل بقى انهي لوك، مش عارفه. بالتوفيق.